الحادي عشر من يونيو عام 2013، يوم جديد من أيام المحروسة، مملوء بالساعات الكئيبة والتحديات الصعبة المتجددة. في صباح ملتهب الأجواء، استيقظ المصريون على متابعة مسيرة تشييع جنازة الشهيد النقيب محمد أبو شقرة إلى مثواه الأخير بعدما اغتالته أيدي الإرهاب الآثمة. تعالت الهتافات الخارجة من الحناجر عبر مكبرات الأصوات في أثناء الجنازة، الكل يهاجم الإخوان وينادد بحكم الجماعة، لتبدو الأمور كأنها أشبه بثورة غضب. وسط غمامة الحزن وسحابة الضيق التي علت سماء مصر آنذاك، أعلنت حركة تمرد وصول التوقيعات على استمارة عزل الرئيس محمد مرسي إلى 15 مليون توقيع. في التوقيت نفسه أعلنت القوى الحزبية في مصر وعلى رأسها التيار الشعبي خريطة طريق مبكرة تتمثل في إسناد رئاسة البلاد إلى مجلس رئاسي مدني حال رحيل الرئيس محمد مرسي.